بمساعدة اتنين، عشماوي اللي المفروض ينافس حكم الإعدام ومنفذوش، ودكتور السجن اللي أعلن حالة الوفاة وهو لسه عايش. والاتنين دول ما عملوش كده من نفسهم، لا كان في واحد وراهم هو اللي أجبرهم إنهم يساعدوا سليم، والواحد ده مننا. وده كان التفسير الوحيد والمنطقي واللي بيرد على كل الأسئلة، وده كان في حد ذاته مشكلة وكان لازم نرد عليها وبسرعة. كون إن الوزارة مخترقة وفي الوقت ده بالذات كارثة، عشان كده كان لازم نكشف مين اللي ورا جابر وسليم، واتضح إن الشخص ده هو اللي هو صبري فهيم. حمزة مالك، أنت مش معانا ولا إيه؟ لا يا فندم أنا تمام حضرتك جدا. طيب يا حمزة تعالى، عايزك بعد إذنك. حمزة أنت لو مش عايز تكمل الاجتماع بلاش. أنا آسف يا فندم إن أنا سرحت جوه، بس حمزة أنا عارف العلاقة اللي بينك وبين اللي هو صبري شكلها إيه وعاملة إزاي، وعارف إن اللي بيحصل دلوقتي صعب عليك قد إيه، لكن الظروف اللي إحنا فيها مش مستحملة، وعشان كده أنا بديك فرصة لو عايز تنسحب انسحب. لا يا فندم أنا بس كنت عايز أتأكد إن هو اللي ورا جابر وسليم. طيب يا حمزة لو اتأكدت. أنا بنفسي يا فندم اللي هقبض عليه، وأنا مش عايز أسمع منك أكتر من كده. يلا بقى نكمل الاجتماع. اتفضل. صاحي من بدري؟ خير، ايه اللي شغلك؟ حاجات كتير. انت اللي خير، شكلك عايز حاجه. صراحة في حاجة مهمة محتاجينها وعايزك تجيبها لنا بسرعة. حاجة ايه؟ خطة تأمين السجون في وقت الطوارئ. اشمعنى؟ مش وقت وسليم. المفروض اجيبها ازاي دي؟ انت عارف ازاي. كلمه بس وهو هيتصرف. باشمهندس سليم أبوك تعب ونقلوه المستشفى. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا حمزة بطل بقى الهباب اللي عمال بتبلبعه ده كل شوية، هتقع من طولك هتتعب. ضهري هيموتني، لازم اخد له حاجه. ايوه بس انت كده مش هتعرف تكمل، كل واحد فينا وله اخر. اهدى على نفسك شويه. ما عادتش تفرق، خلينا في اللي احنا فيه. ماشي براحتك. هتعمل ايه مع اللي هو صبري؟ هعمل ايه يعني؟ زي ما قال اللي هو سيف، لازم نتاكد الاول ان هو كان بيساعد سليم. بص يا حمزة أنا عارف اللي بينك وبين اللي هو صبري عامل إزاي، بس لو طلع هو هتعمل إيه؟ لو طلع هو اللي ساعد جابر وسليم، هو اللي جابه نفسه يشيل بقى. مش هينفع يا سليم. يعني مش هينفع؟ ده ابويا يا شيخ جابر، ابويا. ابوك ما دام دخل المستشفى يبقى اكيد متراقب. يعني انت لو رحت له دلوقتي هتقبض عليك من قبل ما تشوفه كمان. تعال يا سليم. تعال يا ابني وشوف انت عايز تعمل في نفسك ايه. يعني هسيبه في المستشفى كده لوحده؟ ده ملوش غير، ملوش غير يا شيخ جابر. وانت لو رحت له هتعمل له ايه اصلا؟ ابوك تعبان يا ابني. وانت مش هتسيبه ولا حاجه. احنا هنستنى لما ربنا يكرمه ويطلع من المستشفى ويرجع بيته، وبعدين نبقى نفكر هنشوفه ازاي. لما دلوقتي لو رحت له هتتمسك، وانت عارف كده كويس. طب اسمعني انا، ممكن اسمعني انت يا سليم. مفيش حاجه قلتها لي ولا طلبتها مني وانا قلت لك عليها لا، لكن المره دي بقى ما ينفعش. انا قلبي عليك
الروح لابوك مش هينفع، وده اخر كلام عندي. خش يا سليم، خش يا ابني، صلي لك ركعتين وادعي له ان ربنا يقومه بالسلام. يلا يا اخوانا، كل واحد على شغله. ما شاء الله ما شاء الله، الولد ده هيبقى عملاق زي جده بالظبط. الولد ده كبر، كبر امتى؟ والله يا بابا هو كبر من بدري، بس انت لا بتشوفوش خالص. انت عارف مشاوير بعيده والواحد مش زي زمان، صحته مش زي الاول. يا سيدي انت بقى كلمني وانا اجيبه لغايه عندك واجيلك. يا راجل انت فاضي؟ خليك انت في شغلك. ها عامل ايه في شغلك بقى؟ انا شغلي زي الفل. انت طمني عليك، صحتك عامله ايه؟ تاخد ادويتك ولا لا؟ ايه لا، احيانا يعني لا، لكن باخدها لما افطس. يعني انت بتتدلع في الادويه؟ هو عشان ما فيش ماما اللي كانت بتديهولك غصب عنك ما تاخدش الادويه بتاعتك؟ يا راجل فكرتني بماما، كانت بتجري ورايا في كل حته عشان اخد الدواء زي العيال الصغيرين بالظبط. طب ما كان عندها حق اهو. انت مفيش حد بيراعيك دلوقتي، لما كنتش تاخد بالك من نفسك وتراعي نفسك مش هينفع. أقول لك اقتراح كويس، جوزني. جوزني في أي حاجة؟ شوف لي بنوتة حلوة كده بالكلية اللي عندك، بنت وزوزة ظريفة، تجوزني وتراعيني وتاخد بالها مني، في أي حاجة دي؟ طب تصدق بقى إن أنا هجوزك فعلا؟ فعلا؟ هجوزك هدى. مين هدى؟ حماتي. يا راجل حرام عليك، ده حماتك دي رغاية ما بتسكتش خالص خالص خالص، وأنا راجل صحتي على قد ما استحملش. طول الوقت بترغي 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 بترغي، بتتكلم كتير. أنا قلت حاجة غلط فيها إيه؟ اتفضل يا عم. صح خالص يعني. واعمل حسابك هتقعد تتغدى معانا، ماما كمان كلمتني وزمانها جاية. فالحلو، مبروك يا حاج. الحمد لله. تمام. أعمل إيه؟ ما دمت ما بتجيش النادي نشوفك هناك، قلت اجي لك هنا بنفسي اشوفك. تنور في اي وقت يا صبحي، ده مكتبك. انما يعني ايه اللي مخليك مختفي اليومين دول ومشغول عننا؟ انت عارف بقى الشغل وتقفيل السنه الماليه، لازم الواحد يتابع كل حاجه بنفسه والا الحكايه. يعني مش موضوع المناقصه بتاعت المتحف هو اللي شغله؟ ايوه هو موضوع المناقصه اللي شغله. تشرب ايه؟ لا انا مش جاي اشرب. على فكره انا كان ممكن اكلمك في التليفون عشان ما اضيعش وقتك، بس حبيت اجيلك لحد هنا واقولها لك بنفسي في وشك. يعني تقول لي ايه؟ اقول لك ما تضيعش وقتك، انسى موضوع المناقصه بتاعت المتحف ده خالص. انسى ليه بقى يا صبحي؟ لان انا قررت ان المناقصه دي تكون من نصيبي، وانت عارف بقى معتز انا لما احب اخد حاجه محدش في الدنيا يقدر ياخدها مني. صبح الغنيمي قرر ينزل المناقصة ضدنا. زي ما توقعت، شكله مش هيسيبنا في حالنا. طب وإيه المشكلة؟ ما هي المناقصة مطروحة للكل وأي حد ممكن يتقدم لها، وإحنا عارفين إن في شركات تانية ممكن تحاول تاخدها. شركة صبح الغنيمي مش زي أي شركة، وصبحي نفسه مش زي أي منافس عدى علينا، وإحنا ياما عدى علينا منافسين. أتفهمها يا خالد؟ شوفي من الآخر كده، صبحي الغنيمي إنسان مريض، واحد ورث فلوس كتير
واي حاجه بيعوز ياخدها لازم ياخدها، بالشطاره بقى، بالواسطه، ولا حتى بانه ينسف اللي واقف في سكته، مش مهم. المهم ان الحاجه اللي عايز يوصلها صبحي الغنيمي لازم يوصلها. وصبحي قرر ياخد مننا مشروع المتحف. طيب ماشي، وبعدين هنسكت يعني؟ لا طبعا، انا عشان كده جبتكم. العرض اللي كنا مجهزينه عشان نقدمه للحكومه لازم تقعدوا تشتغلوا عليه من الاول. لازم التكلفه ووقت التنفيذ يقل باي شكل ممكن. لازم نقدم للحكومه عرض احسن بمراحل من اي عرض هتقدمه شركه صبحي. وتفتكر ده كفايه؟ لا طبعا، دي مجرد خطوه. انا من ناحيتي هتابع صبحي واشوف هيتحرك ازاي، لان انا متوقع منه ضربه قويه وقريب جدا. انتوا لازم تامنوا ظهري. باختصار كده انا عايز ادخل الحكومه بحاجه تخليهم ما يقروش اي عروض تانيه من اي شركات تانيه. هتقدروا؟ نقدر. انت مش معايا ولا ايه؟ لا لا، معاك طبعا، اكيد اكيد هنقدر. يا سليم، سليم عامل ايه يا ابني؟ سليم انا ابوك، انا جاي اطمن عليك يا ابني. الله، وبعدين يا سليم ايه اللي انت عامله في نفسك وفينا ده يا ابني؟ يا سليم عشان خاطر اتكلم انت يا ابني، ولا كده انت هتموتني؟ سليم انا عايز افكرك بحاجه. فاكر يا حبيبي لما ماما الله يرحمها توفت وكنت انا تعبان، تدخلت عليا زي ما تكون انت اللي ابويا، قلت لها بابا انت في محنه، ربنا بيبتليك بالمحنه دي لكن لازم تثبت انك قدها وقدود، فاكر؟ وعشان كده انا استحملت لغايه ما خرجت من المحنه. يا ابني انت الوقت في محنه وهتخرج منها، والله هتخرج منها، بس مهم يا سليم انك تتكلم وتريحنا. اللي انت عامله في نفسك ده غلط يا سليم، انت قافل على نفسك ومحدش عارف يساعدك يا ابني. يا سليم رد عليا يا ابني، اتكلم اتكلم يا ابني. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. سليم حبيبي يا ابني، يا حبيبي يا ابني، الو
ايوه يا سليم، انت عايز مني ايه؟ ازاي تكلمني عن النمره دي؟ غدا، عايزك تقابليني في المكان اللي احنا متعودين نتقابل فيه بعد نص ساعه، متاخريش. الو، انت اتجننت؟ ازاي تكلمني على الرقم التاني؟ عارف ان تليفونك التاني ده متراقب وعشان كده كلمتك عليه. عايزك تنزلي دلوقتي من الشركة وتروحي أي مكان، أنا مش هينفع أشوفك دلوقتي. أنا قلت لك مليون مرة لا عايزك تتصل بيا ولا عايزة أقابلك. أبويا بيموت في المستشفى دلوقتي يا غادة، أرجوكي ساعديني. أنا ماليش حد غيرك دلوقتي أطلب منه إنه يساعدني. سليم، لو سمحت ما تشيلنيش ذنب حاجة أنا ماليش أي دعوة بيها. أنا مش عايز منك دلوقتي غير إنك تروحي أي مكان وتقف فيه شوية، هما هيراقبوكي ويفتكروا إن أنا جاية أقابلك. أنا لا هتحرك من هنا ولا هساعدك، مفهوم؟ غادة، مفيش وقت. أبويا لو مات من غير ما أشوفه عمري ما هسامح نفسي ولا هسامحك. غادة، أنا عارف إن أنا ظلمتك معايا وحملتك فوق طاقتك، بس ده أبويا يا غادة، مش هينفع أسيبه كده. أرجوكي ساعديني. طيب، وإيه المطلوب مني دلوقتي؟ أتحركي دلوقتي حالا من الشركة وهم هيمشوا وراكي، ومش مطلوب منك أكتر من كده. شكري غادة. حمزة، سليم كلم غادة وعايز يقابلها دلوقتي. غادة؟ وهي رايحة له دلوقتي. يلا بقى عشان مفيش وقت. هات يا ابني المفتاح. يلا يا رجالة. ايوه بهاء، اتحركت ولا لسه؟ طب وحمزة؟ معاك. طب كويس. بقولك يا بهاء، خليك حذر وما تسرعش، اوعى غادة تحس بيك الا لما تتاكد ان سليم معاها، فاهم يا بهاء؟ ما تضيعش الفرصه مننا. ماشي يا بهاء، وكلمني على طول اول ما تقبضوا عليه. يلا سلام. اتحركت. حلو قوي. وهي فين دلوقتي؟ طيب خليكوا وراها، بس اوعى تحس بيكوا، خليكوا بعيد عنها تماما عشان ما تحسش ان في حد بيراقبها، بس انتوا تكونوا شايفينها. الكلام واضح؟ يلا انا جاي لك على طول. سلام. حمزه، غاده اتحركت. انا جاي وراك، بس بهاء، غاده ما يحصلهاش حاجه. مش وقت الكلام ده بهاء، لغاية دلوقتي هي ما عملتش حاجة غلط. نقبض على سليم لكن هي حصل لها حاجة؟ لا. تمام؟ ردي بقى يا غادة، ردي.
الحقيقة استيم أنا الحقيقة مستعجب المكان ده. أصلا أنا استيم عمري ما دخلت مكان زي كده أبدا ولا عمري شفتك في مكان زي كده أبدا يعني. سليم الحياة مش لاقي كلام أقوله، مش عارف أقول إيه. ما تقولش حاجة، أنا آسف، آسف إن خليتك تيجي هنا وآسف إن أنا حطيتك في الوضع ده، بس عشان خاطري خلي بالك من نفسك، أنا مش هبقى موجود عشان آخد بالي منك. أنا عارف إن أنا كنت بأثر معاك في حاجات كتير، بس عشان خاطري سامحني، ما تكسلش في الدواء، ما تكسلش في صحتك. أعمل إيه بصحتي بعديك يا سليم؟ إيه أهمية صحتي؟ أنا بدري ليل ونهار إن ربنا ياخدني عنده قبليك وبدري عشان ما عانيش اللي أنا بشوفه. على أي الحالات إحنا ما عندناش حاجة غير الصبر والسلوان، ويعني مش هقدر أقول غير إنها تاخد السبحة دي يا سليم، تخليها في إيديك وتسبح بيها وتحمد ربنا وتشكره وتطلب منه المغفرة، لأن ما نملكش حاجة غير إن إحنا نسأل ربنا المغفرة وربنا يغفر لك. لو كنت أخطأت ويغفر لنا كلنا مش لاقي حاجة أقولها، مش لاقي حاجة خالص أقولها. متقولش حاجة، أنا آسف، أنا آسف. ما عادش عندي حاجة أقولها خلاص. ما انتش فاهم أي حاجة. ربنا يغفر لك ويغفر لنا ويخرجنا من الهم اللي احنا عايشين فيه ده. ربنا يسامحنا سامحنا كلنا ويغفر لنا. يلا الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كل شيء. ايه ما جاش؟ هو مين ده اللي ما جاش؟ يلا اتفضلي معايا. على فين؟ اتفضلي معانا. سيب ايدي. اتفضلي. ايه؟ جايبين القديم؟ مش عارفين ان الداخليه غيرت لبسها؟ ده اللي شفناهم لابسينه اخر مره. انت هتعدي ورايا؟ لما قلت القديم يبقى ده القديم. ايه يا عمر؟ عايزنا بدل ما نخرج الناس من السجن ندخل مكانهم؟ يلا يا ابني انت اهو شيل الحاجات دي كلها ولعوا فيها جوه. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. صالح عمر يا شيخ جابر. سليم لسه ما رجعش؟ لسه يا شيخنا. تحب اكلمه لك؟ لا سيبه، روح انت شوف شغلك. حاضر يا شيخ. عمر تعال يا ابني. الغلطة الصغيرة زيها زي الكبيرة يا عمر، في الوقت اللي احنا فيه ده ما ينفعش تتصلح يا ابني.
اسف يا شيخ جابر. انا مش عايزك تعتذر، انا عايزك تقوم تتوضى، الصلاه قربت، وبعد الصلاه بكمل شغلك، قول للرجاله تجهز عشان نصلي جماعه. ما بارك الله في عمل ينهي عن الصلاه. لو تسمح لي بالسؤال يا شيخ جابر، الدكتور بتاع السجن ده اللي انا سمعتكم بتقولوا ان هو اتقبض عليه، مش غلط نسيبه في ايد الداخليه؟ انا قصدي يعني يا شيخنا ان الداخليه لو عايزه حد يتكلم هتخليه يتكلم. روح اتوضى يا صالح. امرك يا شيخ. قتلوه؟ ازاي؟ ايوه يعني هو مات ولا لسه؟ نقلتوه مستشفى السجن. طيب حاولوا تلحقوه باي طريقه وكلمني قول لي عملتوا ايه؟ انا في انتظار ردك. يلا. ادخل. سيب باشا مساء الخير. اهلا يا صبري باشا. اتفضل اتفضل. شكرا جزيلا. الحقيقه كان في موضوع شاغل دماغي من فتره كنت عايز اكلمك فيه. خير يا صبري باشا، اتفضل. سليم وجابر من الواضح ان هما بيخططوا لعمليه جديده، واللي بيأكد لي ده وجودهم في القاهره. فأنا يعني لو العملية بالخطورة